صباح، لاباس عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين ان شاء الله بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يتلقاكم ان شاء الله باحسن الاحوال ديالكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، جيتكم بواحد الوصفه جديده من طبيعه الحال، اللي هي دانون ديال الفريز، كيجي بحالو بحال ديال الزنقه. نبداو على بركه الله بالمقادير. كنحتاجو نص سيترو ديال الحليب، ياغور طبيعي، دانون طبيعي بدون سكر. كنحتاجو جوج معالق كبار ديال نيدو ولا حليب غبره. غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال النشا ولا مايزينا، ثلاثه ديال المعالق ديال السكر الخشن، المهم السكر كيبقى على حسب الذوق بيان سور. وغادي نحتاجو 250 غرام ديال الفريز، يعني المهم ربعه ديال الفريز. نبداو على بركه الله. كناخدو نص سيترو ديال الحليب، كنزيدو عليه السكر على حسب الذوق. انا هنا عندي 3 ديال المعالق ديال السكر. غادي نزيدو النشا ولا مايزينا، داك جوج معالق كبار، وغادي نزيد عليهم جوج معالق كبار ديال النيدو ولا الحليب غبره. غادي نحركو مزيان، هاي الجنس ما ديال الضابا ديالو. وغادي نحطوهم يغلاو فوق البوطه. كنحطو الكاسروله ديالنا على نار مهيله حتى يعقد داك الشيء، وغادي نرجع لكم. كيف ما قلت لكم على نار مهيله، وكان نستمروا في التحريك، ما توقفوش التحريك باش داك النشا ولا داك مايزينا ما يتحببش، ما يتكورناش، على نار مهيله ونبقاو كنستمروا في التحريك. كيف ما كتشوفوا ها هو داكشي اللي خلطنا كامل، هو بدا كيعقد رغله وبدا كيعقد كيف ما كتشوفوا. بلاتي شويه غادي ننزلو من على البوطه وغادي نخليه يبرد شويه وندوزو للمرحله اللي جايه. صافي، من بعد ما نزلتو على البوطه كتحصلوا على هذا الخليط بحال هكا عاقد شويه. غنخليوه يبرد كيف ما قلت لكم، غير شويه يدفى، ماشي يبرد، غير شويه يدفى باش نطحنوه مع الفريز. من بعد ما خليناه دفى شويه، غير برد، بدا يبرد غير شويه، غادي ندوزو نطحنوه كيف ما قلت لكم مع الفريز، مع هاد ربعه ديال الفريز. هذا الفريز كيف ما بغيتو، سواء تقطعوه ولا تخليوه هكا. انا عندي هكا كونجلي، ما لقيتش كيفاش ندير نقطعو. يمكن لكم تقطعوه طراف وتطحنوه، ماشي مشكل. على بركه الله غادي نحطوه في المارينيكس. صافي، دابا غادي نزيدو هاد الفريز ديالنا. كيف ما قلت لكم، سواء تقطعوه سواء تخليوه هكا، انا هذا عندي كونجلي. غادي ندوز باش نطحنو. صافي، من بعد ما كنطحنو كنحصلو على هاد الخليط هذا، كنحصلو على هاد الخليط كيف ما كتشوفو. كيف ما كتشوفو غادي نزيدو عليه هاد ياغورت طبيعي بدون سكر. غادي نرجعو عاوتاني نطحنو. صافي، من بعد ما كنطحن داك ياغورت طبيعي، هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه. دابا غادي نحتاج الكؤوش اختياريه اللي غادي ندير فيه هاد الدانون ديالي. صافي، من بعد غادي نحتاجو واحد بابي اليمونتير ولا سلوفان اللي غادي نسد به. صافي، كيف ما كتشوفو من بعد ما كنخويهم في الكيسان ديالي، انا راه جاوني 6 ديال الكيسان. من بعد
غادي ناخذ الباكي اليمونتير ولا السلوفان وغادي نغطيهم من الفوق وغادي نحطوهم في الثلاجه حتى يبردوا مزيان وكيشدوا راسهم. المهم راه كيف ما قلت لكم راه كيجي بحال دانون ديال الفريز اللي كناخذوه من الزنقه. صافي كيف ما كتشوفوا يعني غطيتهم بالبابي اليمونتير. المهم الا بغيتو غطيهم غطيهم، الا ما بغيتوش ما تغطيهمش، داكشي اختياري. المهم انا كنغطيهم غير باش ما يشموش ريحه الثلاجه وصافي. وكيف ما كتشوفوا هذه هي الوصفه ديال اليوم، غادي نخليهم يبردوا ومن بعد ونوريكم الريزولتا فينال ان شاء الله. صافي من بعد ما كنخليو داك الدانون ديال الفريز يشد راسو يبرد شويه كنحطوه في الثلاجه. صافي كنخليوه مده 5 سوايع ولا 4 سوايع وهكا كيجي الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتشوفوا هو راه كيجي عقد، المهم بحال الدانون ديال اللي كناخذو ديال برا. صافي وبالنسبه للتزيين كتزينوه ديروا الفريز الا بغيتو من الفوق منو، ولكن حتى تجيو تاكلوه تتقربوا تاكلوه حيت راك عارفين مع الفريز غادي يطلق الماء ديالو ولا شي حاجه، ما يمكلوش يبقى بزاف ديال الوقت وهو الفريز فوق منو. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي، انا حطيت عليه زوقته بالفريز، كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتشوفوا الوصفه راه هي سهله، يمكن اي واحد يوجدها وكتجي خفيفه بالنسبه سورتو للسحور وبالصحه والراحه.